تدافع الجمهور للقاء اليوتيوبر محمد طاهر. أنا بحبهم والله وهتصور معاهم إن شاء الله. أنا مخضوض ومبسوط جداً، ويعني أنا كنت جاي عشان الندوة بنتكلم عن فكرة ارتباط السوشيال ميديا وتأثيرها على ثقافة الجمهور، وأنا ببقى فخور جداً لما باجي أشارك حاجة تبع معرض الكتاب اللي أنا باجي من وأنا عيل صغير قد كده، فأنا مبسوط وسط الناس ومبسوط بيهم طبعاً يعني. والجمهور اللي حضر مخصوص للمشاركة في ندوة اليوتيوبر محمد طاهر واللي حملت عنوان المنصات الرقمية وثقافة الشباب في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 فاق التوقعات، نقدر نقول إنه كامل العدد. والملفت كان تدافع الجمهور بشكل كبير للوصول لمحمد واخذ الصور التذكارية معاه. انا بحبهم والله وهتصور معاهم ان شاء الله. صوت ان الناس دي كلها جايه معرض الكتاب قبل ما تكون جايه لي. واتكلم محمد في الندوة عن تأثير السوشيال ميديا على المجتمع، وخصوصا انه يعتبر من المؤثرين اللي بيقدموا كونتنت مختلف. انا في رايي ان السوشيال ميديا احتوت كل وسائل الثقافه، الكتب موجوده على السوشيال ميديا، الفعاليات الندوات بتتعمل زي تطبيقات زي كلاب هاوس على السوشيال ميديا، اليوتيوب مليان، في وسائل تثقيفيه جديد زي البرامج اللي بتتعمل اونلاين، فاه طبعا اثرت. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فتره من الفترات في سنه من السنين كنت بقرا روايه من اهم روايات ادب الرعب العالمي اسمها خف مني يا محمود، ده رعب ملوش حدود. 896,000 سبسكرايبرز بيتابعوا محمد على قناته الخاصة على يوتيوب، و 335,000 فولورز على انستغرام، واللي بيقدم من خلالهم بأسلوبه الخاص تحليلات وانتقادات للأفلام. جزء طلع دبل فيس بس روي بيهوهو تاني وبيبعت مسج بيقول فيها أنا آسف. المسلسلات يخونك كتير على الطريق، وإن شاء الله لما سيزون 3 ينزل نبقى نكمل لكم وباقي القصة. المهرجانات والفنانين وبعدين مسكني في الإنس والنمس مرمطني الحمد لله، بس أنا بحبه برضه. في شغلي عموما السوشيال ميديا أنا بعمل كل حاجة على السوشيال ميديا، أنا اشتغلت صحفي بجيب مصادر من السوشيال ميديا كتير، مش الاساس بس كنت بجيب منها كتير، ودلوقتي انا شغال اصلا شغل بيتعاد على السوشيال ميديا. ايه اللي انت لابسه ده يا رمضان؟ انا عيني زغللت. فقال لها ده عشان نعمل كل الخصوم والمنافسين.